بعد أسابيع من التظاهرات والاعتصامات في ذي قار احتجاجا على تردي واقع الكهرباء بالتزامن مع الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة، وافقت وزارة الكهرباء على إنشاء محطة توليدية استثمارية في ذي قار بسعة 3000 ميجاوات، لكن هذه الموافقة وبحسب رئيس مجلس المحافظة لن تحل الأزمة سريعا. تم تلبية أغلب مطالب أبناء المحافظة والتي تسهم بتخفيف معاناة أبناء المحافظة من ارتفاع درجات الحرارة، ولكن بقت جزئية أنه تمت الموافقة على إنشاء محطة استثمارية بسعة 3000 ميجاوات ولكنها استثمارية. نحن ندعم ونطالب ونؤيد أبناء محافظة ذي قار وكل الشرفاء الذين يطلبون بأن تنشأ محطة حكومية كي تصبح ثروة وطنية للمحافظة. إلى ذلك قالت لجنة الطاقة في مجلس ذي قار إن جهودها حاليا تنصب على صيانة الشبكة الكهربائية بعد حصول المحافظة على قطع غيار جديدة من مديرية توزيع كهرباء الجنوب، التي قررت أيضا زيادة حصة المحافظة من الطاقة إلى 1800 ميجاواط. حقيقة استطعنا من خلال جولاتنا هذه استحصال ما يقارب 200 إلى 400 محولة كهربائية، واستحصال 10 سيارات رافعات لدوائر الصيانة، مجموعة كبيرة جدا من الكيبلات والقابلوات المهمة في إنجاز المشاريع الكهربائية في المحافظة. كما استطعنا أن نرفع سقف التجهيز في المحافظة من 1600 إلى 1800 ميجاواط. وتحتاج المحافظة إلى أكثر من 2500 ميجاواط لاستقرار ساعات التجهيز فيها بواقع ساعتي إطفاء مقابل 4 ساعات تشغيل، وهو أمر غير متاح حاليا بسبب قلة الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة. وكانت الحكومة المحلية في ذي قار قد وعدت بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة، بيد أن مراقبين شككوا بقدرة الحكومة المحلية على تنفيذ هذا الوعد، كون ملف الطاقة يدار اتحاديا من قبل وزارة الكهرباء حصرا. علي العتابي، الحرة، ذي قار.